نقف مع التطورات الأخيرة في العراق. تصريحات لافتة للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، تحدث فيها عن ضرورة ضبط العناصر المنفلتة في الحشد الشعبي. تأتي هذه التصريحات في ظل أيضا موقف حكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي دائما ما يتحدث عن فرض هيبة الدولة. كل هذا يأتي مع صواريخ الكاتيوشا المتفلتة، ما يسمى في العراق برسائل الكاتيوشا التي تطلقها هذه الجماعات المتفلتة. نتابع في هذا التقرير. قراءة بين سطور دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإغلاق مقار الحشد الشعبي في العراق ودمجه مع المؤسسة الأمنية ومحاسبة المسيئين من عناصره، تكشف عن مناورة سياسية ربما يقوم بها الصدر مع اقتراب موسم الانتخابات ورغبته بكسب تيارات شعبية جديدة كما يقول سياسيون عراقيون. لكن دعوة الصدر لا تقتصر على مسألة الانتخابات وما يتعلق بها، فثمة تناقض يراه مسؤولون عراقيون وغربيون في دعوة الصدر بإبعاد الحشد عن المشهد. فأنصار التيار الصدري متهمون بالهجوم على المتظاهرين وملاحقتهم والتضييق عليهم، وهي الاتهامات ذاتها التي وجهت لفصائل الحشد الشعبي التي كان أعضاؤها مؤيدون سابقون للصدر. معطيات أخرى تتضمنها دعوة زعيم التيار الصدري لإغلاق مقار الحشد، أبرزها تقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأكيده على أن إنهاء الحشد يساهم في حفظ هيبة الدولة، وهو شعار أطلقه الكاظمي حين أعلن عن برنامجه الحكومي. وردت كتلة الفتح البرلمانية برئاسة هادي العامري على الصدر بتمسكها بهيئة الحشد الشعبي وأنها لن تسمح بحلها أو دمجها مع القوات الأمنية. وعبر نواب في كتلة الفتح عن استنكارهم لما وصفوه بتركيز الصدر على هيئة الحشد، وهو ما يكشف أيضا عن جذور خلافات بين الصدر وقادة الحشد قد تفضي لتغيير في شكل التحالفات المقبلة. إلى بغداد، مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية غيث التميمي عضو في تنسيقية مواطنيون ورئيس المركز العراقي لإدارة التنوع، أهلا بكم، جيد أن نراك مرة أخرى غيث. ما الذي يعنيه الصدر بهذه التغريدة؟ هل انقلب على الحشد الشعبي؟ تحية لك وضيفك وللمشاهدين صديقي الكريم، وشكرا جدا على اهتمامك. بالحقيقة أكو شيء لازم إحنا نفهمه، أكو نوعين من الصراع الآن، صراع داخل القوى الحاكمة وميليشيات، هم بيناتهم أكو نوع من أنواع الصراع، وبالتأكيد هذا النوع من الصراع أحد أهم أو أبرز أقطابه هو مقتدى الصدر اللي زعم يعني أكبر قاعدة ميليشياوية اللي كانت تتمثل بجيش المهدي واللي تتمثل الآن بسرايا السلام وغيرها من التشكيلات المرتبطة بمقتدى الصدر. بالمقابل أكو عندك محور كامل، هذا المحور جزء كبير منه هم من نتاجات مقتدى الصدر، العصائب والنجباء وغيرهم، ذولا كلهم من تحت عباءة خرجوا وبدأوا يسوون الآن يشكلون تهديد لنفوذه بوجودهم مع محور إيران وكتاب حزب الله وبدر، وصاروا يشكلون الآن محور مؤثر وموازي لقوة مقتدى. فبالتأكيد دائما مقتدى يحاول أنه يأكد أنه يرفض وجودهم وشرعنة وجودهم، لأنه هم الآن عندهم وجود شرعي يعني وينافس فقط لأفهم الوجود الشرعي. أليس هي غيث الموضوع؟ نعم. هذا الكلام جدا مفهوم، ولكن أليس هي سرايا السلام القبعات الزرقاء التي اتهمت في مرحلة ما بأنها قمعت المتظاهرين قتلتهم، يعني فقط لتتضح الصورة، أمر مباح للصدر وسرايا السلام وغير مسموح للآخرين؟ بالضبط، هو مقتدى الصدر يصدر نفسه كمرجعية أبوية على الدولة العراقية والشعب العراقي، وهذا طبعا دا يقوله بكثير من الأشياء اللي هو يحكيها يعني وتغريداته ومقابلاته.
واحدة من الأشياء المهمة مثلا هو يعتبر أنه قتل المتظاهرين وخطف المتظاهرين والاعتداء على المتظاهرين من قبل سرايا السلام ومن قبل القبعات الزرق ما هو إلا جرة إذن، وجرة إذن بالمصطلح الشعب العراقي يستعملها الأب والأم وأولادهم. لكن عمليا مقتدى جرة الإذن مالته تعني القتل وتعني الخطف وتعني التواثي وتعني القامات. بالمقابل احنا عندنا نوع آخر من الميليشيات مقتدى يعتبرهم منفلتة ويعتبر جماعته مو منفلتة. ليش؟ لأن جماعته ينفذون أوامره ويطيعونها، وقت اللي يقلهم الظاهروا يتظاهرون، وقت اللي يقلهم قتلوا المتظاهرين يقتلون. طيب. هو يريد جماعة منضبطة بمثل هذه وليست منفلتة من نوع آخر من الميليشيات. وهذه نقطة مهمة بصراحة، لأنها وردت في بيان السيد رئيس الوزراء يوم 10 من المحرم لما نتحدث وقال انه احنا راح نواجه السلاح المنفلت، معناه سلاح مقتدى مو منفلت. دعني اشرك في الحوار مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجيه. اهلا بك سيد مناف، اذا كنت تسمعني. نتكلم عن الوضع الامني الذي نتابعه في العراق وتصريحات مقتدى الصدر او تغريدته بالاحرى وموقف الحكومه الذي يبدو متشددا قولا ولكنه على الارض لا جريد. تفضل. يا محمود في البيت داني احييك واحيي ضيفك وجميع متابعي شادي قناه الحره. اهلا بك. طبعا يعني تفضل استاذ غيث بالحديث عن الميليشيات والتي كان هو احد ابرز عناصرها وقياداتها، معروف اللي كان يفعله بالمواطنين من عمليات القتل. اليوم يعني على ما يبدو بعد التغيير الكبير اللي حصل لاستاذ غيث وبدا يهاجم جماعته واصدقائه ويعني اللي كان يعمل معاهم وكان يسلب بالناس وكان يذبح بهم حتى يتحدث عن مساله جديده. يعني انا اعتقد ان حديث السيد غيث هو حديث شخصي، سببه هو يعني وجود خصام شخصي ما بينه وما بين الاشخاص الموجودين في الميليشيات او ما بينه وما بين الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر. احنا يعني حتى نتجاوز هذه المرحله وما نتحدث بهذه الطريقه اللي دائما ما تكون يعني سيد سيد مناف محمود ما تكون غير مقبوله من أنا من المواطنين. انا وانت يعني اللي يتحد اجتمعنا في اكثر من مناسبه ولقاء اعلامي ودعني اشهد لك بالموضوعيه، فدعنا نبقى في اطار الموضوع ونبتعد عن المسائل والله الشخصيه. والله بالموضوعيه ودعتك محمود بالموضوعيه، يعني ما خارجين عن الموضوعيه. يعني بالنتيجه بس انا بعيدا عن الاشياء اتفق في بعض ما يقوله الاستاذ غيث، يعني لان قلت لك هو الرجال هو يعني ابن هذه البيئه ويعرفها جيدا ويعرف الاشخاص بالاسماء وبالعناوين والعلاقات وياهم سابقه كانت يعني بهذا الشكل. اليوم الحديث بهذه الطريقه يعني مره اخرى أولاً. سيد مناف ارجوك ان نبقى في الموضوعيه وليس المسائل الشخصيه. إن يعني كان هو معهم في فترة من الفترات وخرج منهم فربما ليس يعني التاريخ سيحاكم، ولكن هو الآن يتكلم في موضوع محدد. أرجوك أن نبقى في إطار الموضوعية. ما الذي يدفع مقتدى الصدر للخروج بهذه التغريدة؟ دعك من غيث. يعني هي مو التغريدة الأولى. السيد مقتدى الصدر من 2014 يمكن بدأ يعني يتخذ الاتجاه الإصلاحي وبدأ ينزل إلى الشارع وبدأ يأخذ جمهوره بالمطالبة بالإصلاح والتغيير. يمكن هو أول من قام بعملية إزالة جيلية كاملة للمجموعة السياسية اللي موجودة وقدم مجموعة سياسية جديدة. أنا ما أتحدث عن أقول أنه أيضا يعني أتباع السيد الصدر هم ملائكة وليست لديهم أخطاء، ولكن بالنتيجة يعني هم الأقل خطأ. أن دائما السيد مقتدى الصدر ما يحاول أن يقدم المصلحة الوطنية يعني عن ولكن هل تنكر المصلحات. مناف اسمعني، هل تنكر أن بالفعل هنالك تفلت كبير للسلاح موجود في العراق؟ هل تنكر أن هذه الميليشيات بها عناصر متفلتة؟ كلنا شاهدنا ذلك المقطع أو المقاطع لقتال عشائري، كمية الأسلحة التي استخدمت في هذا القتال العشائري يا رجل ساحة حرب ليست كذلك. فماذا يقول سيد مقتدى الصدر؟
يطالب بعملية جذب السلاح بيد الدولة. يعني أليس هذا يعني كلام؟ ماذا عن سلاحه هو؟ لماذا لا يكون مثال؟ سلاحه حول، إذا سمحت لي، هو سلاحه حول إلى 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 المؤسسة الأمنية الحكومية. اليوم سرايا السلام تحولت إلى فرق تابعة إلى المؤسسات الأمنية، وحدت لها أرقام، أعتقد أفواج ما أحفظ الأرقام بشكل كبير، ولكن بالنتيجة أول من التزم القوة المسلحة التي لدى السيد مقتدى الصدر التزمت في هذا الموضوع. اليوم نحن نتحدث بالفعل عن وجود سلاح منفلت، عن وجود يعني إشكاليات كبيرة، وبالتالي سأعود إليك، ولكن السؤال إلى الآن هل بس لا سمحت لي بدقيقة، بأمر من تتحرك سرايا السلام أو القبعات الزرقاء؟ بأمر الدولة أم بأمر مقتدى الصدر؟ سأعود إليك حتى بس والله باقي ثلاث دقائق على نهاية الساعة مناف، سأعود لك، دعني أعطي دقيقة لغيث. ودائما أنا أصر على سؤالك، هذا السؤال: كيف هو وضعك؟ كيف أسرتك؟ أتمنى أن لا تكونوا تعرضتم لأي تهديدات. غطينا أنا وأنت مقتل هشام الهاشمي، وكنت وقتها تعرضت لتهديدات. غيث في دقيقة أرجوك. شكرا جزيلا لك صديقي، طبعا لازلنا نتنفس، وهذا بحد ذاته هو إنجاز. يعني أريد أقول للأخي الكريم دكتور الفاضل، هو صديق ببغداد ويعرفني كل الزين وأعرفه كل الزين وسنوات، وصديقك حتى باربيل لحد الآن صديقك، هذا ما يختلف. نشاطات صحيح، بس عفوا إذا صحيح. تسمح لي سيد، ما فد يوم سمعت منك، لا بس أنا ما زلت صديقك يعني، ما في مشكلة، زعيم للميليشيات، بس عفوا بس عفوا إذا تسمح لي، هذا وقتي أنا، سمعتك بدون ما قاطعك، ما فد يوم سمعتك تقول انه انا ميليشياوي ولا زعيم ميليشيا، وما ادري بيك انت الصادق زعماء ميليشيات، بس اللي اقدر اقوله بشكل واضح وصريح انه انتم ترددون هذه المقولات على الاعلام بطريقه بصراحه، سامحني انا اقول لك، غير لائقه وغير اخلاقيه. انا اتحداك امام قناه الحره، لو سمحت لي هذا وقتي، اتحداك امام قناه الحره ومشاهديها ان تاتي بوثيقه واحده انه انا كنت في حياتي يوم واحد مع اي ميليشيا من الميليشيات. نعم أنا كنت إمام جمعة ورجل دين ومسؤول عن المكتب الإعلامي لمكتب السيد الشهيد الصدر في بغداد، ومسؤول عن نشاطات ثقافية في الهيئة الثقافية التابعة للتيار الصدري، وأعمل ضمن نشاط سياسي كلفني به السيد مقتدى الصدر في فترات متقطعة، ولا علاقة لي بالإطلاق نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد، ولم أتكلف أي مسؤولية لها علاقة بجيش المهدي. وإذا أي واحد عنده طيب أي كلام خلاف هذا، أنا عندي الوثائق اللي تثبت مسؤوليتي داخل التيار، ولا يوجد أي واحد عنده وثيقة خلي يقدمها. يبقى أخي الفاضل أستاذ منهل، أنت من حقك تدافع على مقتدى الصدر ولنعمتك، بس أيضا أنت ما تقدر الدقيقة الأخيرة أنه ملايين العراقيات والعراقيين، يعني لو سمحت لي، لو سمحت لي، لم يبقى ملايين العراقيات والعراقيين درجوا في مظاهرات تشرين، يعني لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، بقي لي دقيقة، لو سمحت، بقي لي دقيقة، لو سمحت، تفضل سيد منى، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، بدون تشويش، احترم وقتي، لو سمحت، بدون تشويش، احترم الوقت، لو سمحت، احترم الوقت، لو سمحت، احترم الوقت، مثل ما احترمنا وقتك، لو سمحت، احترم الوقت، دقيقه لو سمحت، احترم الوقت، لا تسمع، يعني انت جاي تاخذ الوقت، رجاء احترم القناه اللي انت فيها وجوهك، تتجادل، احترم المشاهدين، لو سمحت، لو سمحت، احترم القناه والمشاهدين، انت عرب سيد مقتدى، احترم القناه والمشاهدين، اذا تسمع، اذا تسمع.